كل متطلبات الحياة عملت تلكم بلاش. قلت هذه لا أنا أحسبهم مثل أولادي. زايد ما يضع حقه، خذ من حقه وعطاكم. لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي. ما يصير. اشتغلوا وصابروا واصبروا، اصبروا بالرفاهية تركوها عنكم. لما نعطي هذا المال، عطي هذا المال لجل يرزق منه. هذا اللي الله عطاه إياه وهو صرفها في هالطريق عند الله لك. لا تفتح بيدك وأبيك، أنت عمل والناس بتتكلم. من واجبنا أن نعمل المستحيل. الشيء اللي يصعب عليكم الأعمال الدولة بتدعمكم. قلت الكثير وتمنيت الكثير، وربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات لكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم، كثر ما حصل وأكثر. بل زاد